عن شخصيات وأحتاج من عندك إجابات مقتضبة ورأيك في كل شخصية. يعني كارل ماركس نبي الله في الأرض ومحمد نبي الله في السماء وعلي هو الواسطة بينهما. السيد علي السيستاني. السيد علي السيستاني عباءة للسلام الشرق الأوسطي. جان بول سارتر. جان بول سارتر في الحقيقة هو الفيلسوف الذي استطاع بجدارة أن ينقل الفلسفة من همومها التي تتعلق بتفسير الوجود إلى همومها التي تتعلق بتفسير الإنسان.